فيها لغ فيها لما قالوا لي مالكش فيها حاطط حلمي قدام عينيا عندي العزيمة مش بشتريها لسه هعلى ولسه هبني بص يا بنتي بص يا ابني صدق نفسك حقق حلمك يلا بينا نكسر الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا كابتن عمرو حيدر بطل مصر والعالم في كمال الأجسام. نورنا كوتش. بنورك عمورة. قول لنا كوتش انت دخلت امتى اول بطولة وايه البطولات اللي انت دخلتها؟ والله انا حياتي في كمال الأجسام ابتدت من 17 سنة زي اي مثلا لسه طفل بيبتدي ان هو عايز يبتدي يطلع له عضلات يكون شكله حلو في التيشيرت يكون عنده عضلات. ابتديت ان انا اروح الجيم زي كل واحد. ابتديت ان انا يوم بعد يوم العضلات تبتدي ان هي تنمو عندي الحمد لله. ابتديت ان شكلي يبقى حلو ابص لنفسي ما كنتش مثلا في دماغ البطولات خالص. ابتدى الموضوع عندي ان هو يعني يدخل في دماغي اللي هو موضوع البطولات ببص للابطال ان انا الابطال ليه ما بقى زيهم هما زياده عني بتمرن زيهم وباكل زيهم. ابتديت بقى ان انا ادخل في الموضوع ده بقى بالتفاصيل بتاعته ان انا ابتدي اهتم بالاكل بتاعي الشرب بتاعي النوم بتاعي ساعات النوم كل حاجه عن اللعب. ابتديت ان انا كل يوم ان انا اكل بدل ما كنت باكل 3 وجبات ان انا اضاعف الوجبات بتاعتي 6 وجبات. البني ادم الطبيعي بياكل 3 وجبات بس الوجبه بيقوم منها شبعان، لا انا باكل الوجبه دي بقسمها على مرتين، الوجبه باكل نصها دلوقتي ونصها بعد ساعتين او 3 ساعات. ابتديت ان انا انام بدري اصحى بدري اروح الجيم اتمرن ما اتكلمش مع حد ادخل اركز في التمرين بالظبط. انا داخل عندي هدف ان انا هدخل اتمرن علشان خاطر انا عايز اوصل لحاجه والحمد لله. ايه الصعوبات اللي قابلتك عشان تقدر تحقق اللي انت عملته ده؟ المصاريف بس هل المصاريف بس ولا المفروض يبقى في دعم معنوي من عندك من البيت من صحابك من وزاره الشباب من الاتحاد؟ طبعا المعنويات دي اهم طبعا من الماديات بس اللعبه دي كلها مصاريفها كتير قوي يعني مصاريفها كتير قوي عن اي رياضه تانية. اي رياضه تانية ملهاش مثلا مصاريف كتير يعني انا واحد زي انا ببيع كل حاجه علشان خاطر اصرف على اللعب كل حاجه ببيعها. طب ايه النصيحه اللي انت تقدمها للاعب المبتدئ عشان يبقى بطل؟ انه لازم يكون عنده هدف ولازم يحلم ولازم يسعى للحلم ده انه يحققه ما يسمعش المثل للناس اللي هي اللي بتحبطه الكلام اللي هو اللي بيستمع لا انت هتعمل ايه وانت عمرك ما هتعمل حاجه الكلام ده كله ما يسمعلوش. يكون عنده هدف ويبص للهدف ده ويبتدي ان هو يشتغل على الهدف ده ويشتغل على نفسه ويوصل للهدف. ما فيش حد ما بيحلمش وما بيوصلش. الفاشل هو اللي بيفضل واقف مكانه ويقول انا مش هعمل حاجه وانا فين وده فين وده ما فيش حاجه صعبه. اللي عنده هدف بالظبط ما فيش اي حاجه صعبه خالص. البطل ما اتولدش بطل، البطل اتولد بني ادم عادي وهو اللي عمل من نفسه بطل بمجهوده بارادته بعزيمته باجتهاده. مين مثلك الاعلى كوتش هنا في مصر ولا بره مصر؟ في مصر وبره مصر. هنا في مصر الكابتن عطيه شعلان. بطل ابطال العالم. هو راجل محترم بصراحه فخر مصر والعرب. طب بيساندني كتير بيقف جنبي كتير. طب احكي لنا على موقف كابتن عطيه شعلان عمله معاك قبل كده. كابتن عطاش قال اني موقف معايا كنت اقول له مثلا انا مش هلعب انا مفيش حاجه يقول لي لا هتلعب انت في منك بطل. وطبعا دي شهاده طبعا اعتز بيها وسام ان انا احطها على صدر من بطل زي ده العالميه بره جاي كاتلر. ايه اكتر حاجه بتعجبك او شايف في جاي كاتلر؟ الالتزام والاحترام والاخلاق قبل الجسمانيا اخلاقه. كابتن عمرو احنا بنشكرك جدا النهارده انك شرفتنا وان شاء الله نشوفك في بطوله دوليه ان شاء الله ان شاء الله وعد مني ان شاء الله مستنيينك يا كوتش ان شاء الله. شرفنا في حلقه جديده حبيبي يا كوتش. استنونا في الحلقه الجايه ويلا بينا نكسر الدنيا.